حياك الله مشاهدينا. الحين الموضوع شوي بيكون ليلة مختلف، بس يعني يدخل في كل بيت، في كل جهاز ذكي موجود في تليفوناتنا. يمكن أهم شيء ليلى تقولين إنه ليش لما يكون معلومة نتكلم فيها داخل البيت نشوف التليفون بالإنستغرام طالع أصوات، طالع بجوجل فجأة قاعدة أسولف، مثلاً أنا قاعدة أسولف الآن معك عبد الله، مثلاً أقول لك إيه المانجا الحين موسمها، المانجا شزينها، أفتح تلفوني ولا صور مانجا، دعايات إعلانات على المانجا، شدراهم. هذا اللي راح نعرفه مع الدكتور محمد الكندري، استاذ علوم الكمبيوتر في كليه التربيه. حياك الله، مساك الله بالخير. حياك الله، يسلمك، طول لي عمرك. حياك الله، يسلمك. خلينا نتكلم على موضوع المانجا اللي خصنا. اي دكتور، شلون؟ جزء كبير من الموضوع اصلا عامل نفسي بس يصير معانا. فمثلا انت قلتي مانجا، لان الحين موسم المانجا، فطبيعي ان اللي قاعد يجيب مانجا قاعد يبيع الحزه هذه، فتشوفينها موجوده. هذا عامل نفسي، الشيء لما انا افكر فيه واشوفه راح الاحظه، لان انا قاعد افكر في هذا الجزء النفسي. الجزء التقني، احنا كلنا بشكل او باخر مربوطين ببعضنا. برامج السوشيال ميديا اللي موجوده عندي، سيرش انجنز، كل التطبيقات اللي موجوده بتليفوني اغلبها مشغلين ميزه التراكنج فيها، يسوي تراك حق الاكتيفيتي مالتي على البرامج الثانيه داخل التليفون. ممكن اطفي هالميزه، هذه الميزه امنه ما فيها مشكله. فالتطبيق هذا يدري انا شنو دورت هني، يدري شنو انا شفت هني، فتقوم الدعايه تطلع لي بالتطبيق. أطفيها هذا اطفيها بكل البرنامج ولا على الجهاز؟ تقدر تطفيها على البرامج كلها، وتقدر تخلي بعض البرامج تسوي تراك، بس هذا امن. هذا بس هو يخوفنا، سواء التراكنج سواء شغال او مشغال، هو امن في كلتا الحالتين. امن ماكو مشكله. يعني حتى لما نشرح ان مثلا الايفون شلون يسوي موضوع التراكنج، ما هي معلومات شخصيه عني كثر ما انه يسوي تراك حق الاكتيفيتي اللي تخدم الامور التجاريه. مثلا انت وين قاعد تروح، نوع الاكل اللي تحبه، مانجا، شغلات مثل بس دكتور هذه. الان لا عفوا بكلامك بمتمه راح ارجع على المانجا. الان التراكنج يختلف عن لما اتكلم شفويا، ما دشيت على تلفوني. ممكن الحين انت تكلمينه شفويا، بس هو مسوي سيرش بتليفونه، الالجوريثمز، اللوكيشنز، اثنيناتكم عندكم فيسبوك، يفهم الفيسبوك ان انتم يم بعض، لان نفس اللوكيشن الاكونتات قريبه يم بعض، فممكن يطلع لك الاعلان لانه وهم مسوي عنه سيرش. نعم. صار الموضوع اذا الهواتف الذكيه تتخاطب ما بينها، يعني مو دايركت. بي 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 اكيد مو دايركت، هي مش هي بالنهايه وايد في كومبليكيشن، وايد في تعقيد. نعم. هذا التعقيد احنا نبسطه الى اقل شيء ونقول التليفون قاعد يسمعني. نعم. ابدا المايك مو قاعد يشتغل، ولا 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 السماعه شغاله، ولا شيء شغال الا باذني. هذه الشركات الاكتيفيتيز اللي تسويها على اجهزتها كلها عليها اوديت، اي تي اوديت، في شركات تراقب الشركات وتمنح شهادات ان والله انتم فعلا قاعد تطبقون اللي قاعد تقولونه. فموضوع التجسس ببساطه لما الناس تطرحه مو بالطريقه، مو صحيح. انا حتى لما اروح مثلا ديوانيه، واحد من الشباب يسولف ان انا راح اسافر الدوله الفلانيه، ارجع البيت اشوف طلعت لي صور لهذه الدوله، فانا هم اشك بنفسي. لها وايد تفسيرات، بس صدقني اخرها ان المايك يكون شغال، يعني داخل التليفون نفسه. زين، يعني برامج التواصل الاجتماعي وايد. احنا يوم الثلاثاء اللي طاف الاخوان في ديوانيه الليالي الكويت طرحوا موضوع الهكر، وانه شلون ممكن اختراق هذه الحسابات، وقالوا ان السناب شات هو اكثر برنامج يتم اختراقه. الحين انا شلون احمي نفسي؟ شلون اختار مثلا كلمه مرور تكون سليمه، تكون صعبه، صعب الواحد يخترق هذا الجهاز؟ موضوع ان احنا نركز على مثلا السناب شات انه اكثر برنامج مخترق، ما في كلام اكاديمي واضح يبين هذا الشيء. نعم. وهو يعتمد من ريجن الى ريجن. ترى بالريجن اللي احنا فيه، ترى الانستغرام شوي اعلى من السناب، من ناحيه انه يخترق اكثر. نعم. حتى بعض الشركات سوت ريسيرش على قضيه ان الناس شو تدور عليه في موضوع الهاكينج، فلقيت الناس تسال سؤال انه شلون اسوي هاك حق حساب انستغرام، اكثر مما يسالون السؤال هذا عن في هالريجن. مشكلة الحسابات اللي تتهكر غالبا العلة فينا مو بالشركة. انت تبني بيتك بدون باب وتقول ليش مباق، فانت لما تسوي لك حساب على السوشيال ميديا تربطه بايميل انت ناسي، وتحط باسورد عبارة عن رقم تليفونك اللي الفريج كله يعرفه، وبعدين مو مسوي خلينا نقول اللي احنا نسميه تو ويز اوثنتيكيشن او مصادقة ثنائية. انت مو مسوي ولا شيء، انت باني بيت بدون باب، بعدين تقول الحساب تهكر. اكيد يتهكر. لو سويت باسورد معقد، هذا مثال انا اضربه، لو سويت باسورد معقد من 14 حرف والله صعب بعده. واتكلم انا سمول لتر وكابيتال وارقام ورموز ميكس ما بينهم، فعليا عدد الاحتمالات ان انا اقدر اكسر الباسورد هذا 4.8 وقدامهم 27 صفر.
هذا عدد احتماليات الباسورد مالك. زين دكتور الباسورد انت نفس ما تفضلت الباسورد 14 ومش فقط احرف كابيتال سمول سبيشال كاركترز عدل لو معدل مر عليك شخص يقدر يحفظ هالباسورد؟ انا باسوردي فوق ال 16 حرف مفروض ما انت انت متخصص في الكمبيوتر دكتور. الان اغلب الناس لو انهم يحطون هذا الباسورد القوي يمكن يسيبونه بالنوتس. لا انا كنت اشرح باكاونتي شلون تسوي باسورد قوي من 16 حرف حق كل سيرفيس عندك ومختلف. مختلف حق كل ابلكيشن حق انا عندي باسورد مختلف حق كل ابلكيشن وكل واحد 16 حرف وحافظهم كلهم ما شاء الله. لان اللي انا اسويه مو باسورد انا اسوي باترن. نعم. اعطيك مثال بسيط لو عندي 14 حرف بقول اول ثلاث حروف وهم اخر ثلاث حروف من اسمي. نعم. الثلاثه اللي بعدهم الشهر واليوم من ميلادي. الثلاثه اللي بعدهم اول ثلاث حروف من الاب اللي قاعد اسوي له الباسورد. فانا مسوي باترن انا حافظ الباترن هذا ما حد حافظه غيري. واغير بعض الحروف الاي اخليها ات الاي اخليها علامه تعجب. هذا المكس الباترن هذا ما حد يعرفه غيري انا اللي اعرفه وراح يكون مختلف حق كل سيرفيس. فلو احد ضرب عندي سيرفيس ما راح يضرب الباجين. اغلب الناس عنده باسورد سهل حق كل الابس اللي عنده والكارثه ان رابطهم بايميل وباسورد الايميل نفس كلهم ناسيهم فهو اذا ضرب ايميلك بس الحين يعني الباسورد المعقد مو سبب كافي اني ما اخترق الحساب لان اليوم ممكن يوصل لي صوره او فيديو افتح مثلا كورونا تم انتهاء منها افتح هذا يتهكك الحساب. على اساس كذي دائما يقولون انه مثلا اذا دير بالك من الموقع الموقع ما يجيك انت رايح له خلينا نقول على وجهك وفي لينك انت ضاغط اللينك وغالبا سالك هو انه بينزل عندك ملف وشغله وانت موافق. صح. فانت خلاص سلمت كل شيء. نعم لكن الان دكتور نشوف التلفون او الاجهزه الالكترونيه بيد الكل الصغار في العمر الكبار في العمر لكن هذيل مثلا الصغار في العمر او الكبار في العمر ما راح يركزون على انه واصلك المسج هذا انه توافق على انك تفتح اللينك او لا، شلون ممكن انهم ما يدشون يفتحون ويتهكر تلفون؟ ممكن يصير. انا دائما اقول حق الاهالي اذا ولدك عنده حساب السوشيال ميديا على الاقل بس تاكد انه ما يصور كل شيء عشان اذا انضرب الاكونت وراح لا تروح فيه شغلات حساسه، فبس نبه عليه انه لا يصور وعلمه قل له تعال لي في لينك في شيء ارجع لي قل لي حاول تشرح له. انا ادري انه صغير ادري انه مو عمره صح. بس احنا يعني هم احنا ايضا نتكلم لا تروحون عند طفل عمره 7 سنين 8 سنين تعطونه اكونت سناب شات وانستغرام. انسى موضوع الهاك البلاوي اللي بهالتطبيقات والله تخرع صح. يعني اكو محتوى بالانستغرام وسناب يشجع صراحه على الانتحار. يعني اكو بلاوي بالبرامج هذه فهذا مو عمره. اوكي صار 13 14 على الاقل يفهم راح تقدر تتفاهم معاه تعلمه شلون يحمي نفسه. زين يعني على طاري الواحد يحمي نفسه الحين احنا تليفوناتنا العاديه ساعتنا بنصور فيها نخش لحظات معينه خواتنا امهاتنا بناتنا اللي قاعد يصورون في العروس باماكن عامه مو قاعد ينشرون هذه الصور لكن قاعد يخلونها سواء داخل سناب شات عشان فلتر الجمال اللي موجود ولا يمكن داخل البرامج المختلفه. شلون ممكن يعني تحمي هذه الصور؟ انا دائما اقول حق الناس اي شيء تحس اذا طاح بيد الناس يضرك لا تخليه يعني الا اذا انت مضطر بس يعني لا تخزنون بسناب وانستغرام والواتساب لان ممكن يصير هاك على هذول فلا تخلي فيهم شيء حساس ينقضب عليك. الان غير موضوع الهاك نفس ما تفضل عبد الله هذه الصور الخاصه ومش عارف ايش احدى الخوات المعروفه اسمها في عالم التكنولوجيا قالت ان اي شيء انت تحطه على مثل هذه البرامج حتى لو كان خاص راح يتسيب على سيرفر والسيرفر هذا ما ينمسح منه شيء. انا كان باجي بس امسك مايك وصارخ واقول هالكلام غلط تماما. انا مسكت سيرفرز تماما غلط. السيرفر احيانا يسمونه سوبر كمبيوتر لان ترى السيرفر كمبيوتر. نعم. ماكو احد يخزن بالسيرفر، السيرفر جهاز ينشبك في شيء احنا نسميه ستورج سيستم. السيرفر يخزن بالستورج سيستم، الستورج سيستم عباره عن هارد ديسكات. مثل ما خزننا فيه نمسح منه. الموضوع جدا سهل. سياسه الواتساب اللي مكتوبه على موقعهم مع السناب ان ترى احنا نمسح بعد شهر. لذلك يمكن صارت معاكم ان احد يدز لك فيديو وتشوفه متاخر بعد شهر يوم تيجي طق داونلود يقول لك ما يصير. ليش ما يصير؟ انمسح من السيرفر مال الواتساب. فنقطه ان الشيء ما ينمسح مو صح.
بالنهاية أكو شيء اسمه سيرفر آدمن، السيرفر آدمن يطق ديليت يمسح، يمسح هذا ويمسح حتى النسخة الاحتياطية، والشركات أصلا قاعد يعلنون عشان يطمنون الناس. عاد نصدقهم ما نصدقهم موضوع ثاني، بس تكنيكلي أي شيء أحطه على الهارد ديسك أقدر أنا أمسح. هذا بالنسبة حق السيرفرات، لكن الحين أنا مثلا تليفوني أبي نزل تليفوني جديد ببيعه، الصور اللي فيه سويت لها فورمات يقولون ممكن ترجع. أول ما تسوي له فورمات الجهاز اللي بيدك، كل شيء ترى موجود على جهازك انكريبتد مشفر، وما يقدر يفتش شفرة الملفات اللي عندك إلا جهازك اللي بيدك. يوم تسوي فورمات السيستم راح يمسح شيء اسمه تيبل أوف كونتنت، يمسح عناوين الأشياء اللي عندك، وراح يمسح أهم شيء، أهم شيء اللي هو الانكريبشن كي، المفتاح اللي يفتح الشفرة، هذا راح يمسح. إذا مسح يعني لو اجتمعوا الإنس والجن ما راح يقدرون يفتشون الشفرة. يعني نبيع تليفوناتنا القديمة عادي. أول ما تسوي له ريست من طبعا أهم شيء إن أنت تمسح أكاونتك، إذا عندك أكاونت الكلاود ولا واتفر امسح أكاونتك، سوي ريست وعطوا بشوف احد يقدر يرد الملفات، لان الانكربشن كي يكون راح. انزين الان السؤال عن التطبيقات، في ابلكيشنز او تطبيقات مثلا تحتاج كلمه سريه، اكون حاطه لها كلمه سريه، لما يجي الابديت عليها لما تتحدث فجاه مثلا ابيت افتح التطبيق او افتح الابلكيشن اشوف يطلب مني كلمه سريه ثانيه، ساين ان او بجوجل اكاونت ولا بالايميل ولا بغيره، ليش ينمسح؟ وهم يسوونه كذي من صوبهم من باب السكيورتي. نعم. انه يمكن تليفونك صار بيد شخص وحدث البرنامج. نعم. فهم عشان يحمونك قاعد يطلبون منك مره ثانيه. فهذا وايد يطبق على التطبيقات اللي لها علاقة بالبنوك، تطبيقات البنكية، تطبيقات اللي فيها فلوس رايحة راجعة. أدوبي فوتوشوب. من باب سكيورتي، بس فقط من باب سكيورتي، إن دام أنت حدثت قول لي أنت منو مرة ثانية. نعم. يمكن مو أنت محدث، يمكن تليفونك طاح بيت شخص. فبس أبي دائما أنت تذكرني أنت منو عشان أحميك فقط، بس مو. نعم. عشان نحمي يعني أطفالنا وعيالنا والناس الصغار اللي عندنا بالبيت، وأيضا هم كبار السن ساعات تليفوناتهم هم محتاجة حماية، شنو ممكن أقدم لهم نصيحة؟ أنا دائما أقول لهم سو البيسك، أقل شيء أنك تحط لك باسورد معقد، إيميلك اللي أنت شابك تعرفه، باسورد إيميلك أيضا معقد، وتسوي ما يسمى بالمصادقة الثنائية، أنه هي سيرفيس تنربط برقم تليفونك. فلو حصل أن أحد عرف الباسورد حتى لو عرفه ما راح يقدر يدش، لأنه يحتاج الـ OTP اللي يوصل على. وكل البرامج التواصل الاجتماعي موجود فيها هذه الميزة، مو بس تواصل اجتماعي، الحين كل التطبيقات الحساسة اللي فيها بيانات أو فيها فلوس كلها فيها مصادقة ثنائية، وتنربط حتى الواتساب تربطه على رقم التليفون. بس انا مو هذه مشكلتي مع الناس، بالذات مع الاطفال. انا اقول شوفوا اطفالكم ايش قاعد يتابعون، انا هذه مشكلتي الاولى. يحتاجون البديل اكيد الاطفال، انه يكون في بدائل. النت مليان كل شيء، انت تقدر اليوم وانت قاعد بمكانك تعرف المفاعل النووي شلون يصنعونه، كل شيء موجود بالنت. بس الناس غالبا تروح حق السيء ما تروح حق الزين، بالذات الاطفال بسرعه ينجذبون حق الشغلات اللي تضيع وقتهم. فبس ارجوكم تابعوا عيالكم. يعني هل ممكن أن بالنسبة للأطفال أو في سن عمر معين هناك في خاصية تقول أن هذا الحساب حساب أطفال؟ هل راح يأثر على الكونتنت أو المحتوى بهذا الشكل؟ تأثير بسيط للأسف. يعني أنا أقدر على تليفون الطفل أحدد وايد أمور، إيش كثر يشغل التطبيقات، متى تسكر، شنو يقدر يسوي. بس بالنهاية إذا هو دش اليوتيوب. نعم. اليوتيوب مفتوح له، حتى لو شغلنا الريستريكشن مود باليوتيوب استل أكو كمية هائلة من الجنك ممكن هو يشوفها، حتى باليوتيوب كيدز أكو جنك. فبس ديروا بالكم وهم شنو قاعد يطالعون. هذا بالنسبة للأطفال. الآن معلش بالنسبة لأمهاتنا وأبهاتنا الله يحفظهم، ساعات يوصل لهم يمكن لينك دعاء ولا غيره ويضغط ولا مش عارف إيش، يعور قلوبهم، يكسر خاطرهم، شيء يشدهم، مقطع لطيف يبي يفتحونه، شنو كلمة توجهها لهم؟ لا تطق أي شيء أزرق ولا شيء أزرق. أي شيء أزرق لا تطق أي شيء أزرق. روح عند ولدك، روح عند بنتك، قل له هذا الأزرق شنو. لأن ترى ممكن هذا إحنا يسمونه فيشنج. الفيشنج إن أنا أسوي لينك تماما أنت تعرفه. يعني أقدر أنا أكتب www.google.com وأنت تشوفه google.com، يوم تضغط عليه أوديك عند موقع تماما مو جوجل لكن يشبهه، فأنت تشوفه نفسه، فتقوم تطق تحط اليوزر نيم والباسورد. فبس يعني لا تضغطون على أي شيء أزرق إلا بوجود أحد، إذا ريال كان كبير ولا. الحين مو بس الروابط دكتور محمد، الآن قاعد توصل رسائل نصية فيها أرقام تلفونات البنك الفلاني ويحط الرقم الفلاني. ماكو، دائما أقول حق الناس ماكو شركة بالعالم
تطلب منك عن طريق الإيميل أو التليفون بيانات حساسة، ماكو أبدا. يعني أي بنك أي شركة راح يقولوا لك دش على الموقع مالنا بس، وماكو شركة تقول دق على موبايل. يعني كل الشكر لك دكتور محمد الكندري على هذه المعلومات، ويعطيك العافية. وبعد شوي تليفوناتنا عشان بس تحط لنا الباسورد الصعب اللي عندك. يعطيك العافية. وصلنا معكم مشاهدينا لحلقة نهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله مع زملاء باتشر تصبحون على خير، فما الله في أمان الله.